كيف يمكن تعزيز عادة الإدماج المستدام على المستوى الهيكلي؟ تعمل المساعدة على إعادة الإدماج على المستوى الهيكلي على تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية لبرامج إعادة الإدماج المستدامة، وهي تقوم بذلك من خلال تعزيز أنظمة الحكم المحلية والوطنية والدولية وتقديم الخدمات الضرورية لتقديم المساعدة نفسها. لكن كيف يمكن القيام بذلك على المستوى العملي؟ تتطلب التدخلات الهيكلية إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، تعزيز قدرات أصحاب المصلحة، إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق، إدراج اعتبارات إعادة الإدماج في السياسات والاستراتيجيات. دعونا نلقي نظرة على هذه الميزات الرئيسية معاً واحدة تلو الأخرى. 1. إشراك أصحاب المصلحة عبر قطاعات ومستويات مختلفة. يتطلب تحقيق إعادة الإدماج المستدامة نهجاً شاملاً. يحتاج إلى العديد من أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك. يمكن أن يكون أصحاب المصلحة هؤلاء هم السلطات المحلية والوطنية والمنظمات الدولية وغير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية وغيرهم الكثير. لكل فرد منهم دور محدد يلعبه. فعلى سبيل المثال، تمثل السلطات المحلية همزة الوصل بين مختلف الجهات الفاعلة المحلية والوطنية، حيث يمكنهم التأثير على السياسات المحلية لتحديد الأولويات وربط دعم إعادة الإدماج بخطة التنمية المحلية القائمة والخدمات والموارد. ومن ناحية أخرى، فإن القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية قادرة على دعم الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالاحتياجات والموارد، ويمكنهم العمل كمدافعين عن تحسين البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. 2. أنشطة تقوية القدرات. على المستوى الاستراتيجي، يؤدي إشراك أصحاب المصلحة في إعادة الإدماج وتطوير قدراتهم إلى تحسين فاعلية الأنشطة وتعزيز استمرارية تدخلات إعادة الإدماج بعد تنفيذ البرنامج. يمكن أن يتم تطوير القدرات من خلال العديد من الأنشطة المختلفة التي تتم في كثير من الأحيان بالشراكة مع السلطات والمنظمات الوطنية والمحلية، التي ربما تشتمل على بناء وتعزيز الهياكل والعمليات وآليات التنسيق والإحالة، مساعدة المؤسسات الوطنية على تحليل المؤشرات لرصد إعادة الإدماج ودمجها في إطار أوسع، تدريب وتوجيه الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والشركاء لتقديم الخدمات للمستفيدين وتحسين التنسيق فيما بينهم، توفير الأموال أو الدعم العيني للمعدات أو البنية التحتية وموظفين إضافيين لدعم تقديم الخدمات أو التنسيق، مساعدة الحكومات على تطوير أو تعزيز قدرتها على تحليل العودة وإعادة الإدماج ضمن سياق الهجرة والتنمية الأوسع، دعم السلطات للتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. 3. إنشاء أو تقوية آليات التنسيق. تعتبر آليات التنسيق الفعالة ضرورية لمزامنة أنشطة الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الذين يدعمون برامج إعادة الإدماج المستدامة. يمكن أن تكون آليات التنسيق دولية أو وطنية أو محلية، ويمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة مثل آليات إحالة مجموعة العمل المواضعية أو اللجان التوجيهية للمشروع، هذا لضمان أن جميع الجهات الفاعلة المعنية تعمل نحو هدف مشترك. ولكي يحدث ذلك، من المهم أن يتفق أصحاب المصلحة على أدوارهم ومسؤولياتهم حتى يصبح عملهم أكثر فعالية وتأثيراً. بعض الأدوات التي يمكن تطويرها لدعم هذه العملية هي إجراءات التشغيل القياسية أو التعليمات المشتركة أو البروتوكولات المشتركة. 4. إدراج إعادة الإدماج في السياسات والاستراتيجيات. يتطلب دعم إعادة الإدماج المستدام نهجاً حكومياً كاملاً، ويجب أن ينعكس في جميع القوانين والسياسات والبرامج الوطنية والمحلية،
في حالة مثالية ينبغي أن تكون إعادة الإدماج أحد مكونات عملية التعميم الوطنية المتعلقة بالهجرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مراجعة وتحسين أطر السياسات أو من خلال تطوير سياسات جديدة ملائمة لإعادة الإدماج. لا ينبغي أن يتم إدراج إعادة الإدماج في أي حال من خلال استراتيجيات الهجرة والتنمية، ولكن أيضاً في السياسات القطاعية الأخرى التي يمكن أن تكون ذات صلة بالحوكمة الوطنية للعودة وإعادة الإدماج، وهذا يشمل على سبيل المثال العمل والبيئة والصحة والتعليم وغيرها الكثير. الاستنتاج: باختصار، لا يمكن تقديم المساعدة على إعادة الإدماج بشكل فعال إلا عندما تكون جميع الظروف المذكورة مناسبة لإعادة الإدماج المستدامة. لمعرفة المزيد، راجع كتيب المنظمة الدولية للهجرة لإعادة الإدماج.